ولد النعيم ابن إبراهيم النعيم في الأحساء شرق السعودية خلال العام 1957 للميلاد. أظهر النعيم تفوقاً في مراحل تعليمه الأولى خلال انتقاله مع والده للعمل في مدينة الرياض، إلى أن استكمل دراسته الثانوية التجارية في مدينته الأم الأحساء. وفي العام 82 التحق خلال فترة عمله في الموانئ السعودية للدراسة في جامعة الملك عبد العزيز في غرب ساحل البلاد في محافظة جدة. في العام 87 تمكن الراحل من نيل شهادة البكالوريوس في العلوم الإدارية. وخلال فترة عمله أيضا حصل النعيم لاحقا على دبلوم في اقتصاديات النقل البحري، بالإضافة إلى شهادة الماجستير في اقتصاديات النقل الدولي واللوجستيات من الأكاديمية العربية للعلوم وللنقل البحري في مدينة الإسكندرية لدى جمهورية مصر العربية. كان رحمة الله عليه ما يبين أتعابه وانشغاله لأخوانه وأفراد أسرته، نحس أنه قريب منا بالكامل ولا نستغني عن وجهة نظره وتوجيهاته. كان له وجهة نظر ثاقبة سديدة، كانت هذه من طفولته، من أيام طفولته. يذكر لي أحد زملائه كان في المرحلة الثانوية، كان أحد الأساتذة يتحدث عن إبراهيم في فصل آخر، في فصل ثاني، كان يقول في طالب له مستقبل مشرق وعنده توقع أن يمسك منصب كبير في الدولة. فكان الحديث هذا في فصل آخر مختلف عن فصل المرحوم، والتلاميذ على طول عرفوا أنه إبراهيم. طبعا أستاذ النعيم من الأسرة الكبيرة في محافظة الأحساء مع مجموعة أسر أخرى، ووالدي يعني ولد ونشأ في محافظة الأحساء، تنقل ما بين الرياض والأحساء مع جدي الله يغفر له بحثا عن رزقه، ودرس والدي في مدارس في الأحساء والرياض اللي هي ابتدائية والمتوسطة والثانوية. بعد ما انتهى من الثانوية التحق بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وكان موظف صغير في الميناء في قسم شؤون الموظفين. أثناء عمله يعني حاول يواصل مسيرته العلمية، كمل دراسة البكالوريوس في جامعة الملك عبد العزيز بجدة قسم علوم إدارية، وكمل دبلوم علوم النقل البحري، وسوى ماجستير في علوم النقل البحري في الأكاديمية البحرية لعلوم النقل البحري في الإسكندرية جمهورية مصر. بداية والدي كانت كان موظف صغير في المرتبة الخامسة، وكان والدي يعني فعلا طموح في عمله، ونال ثقة مسؤولين كثير في الدولة. والحمد لله يعني خلال فترته الوظيفية حصلت له 3 قفزات في مراتب الوظيفية، ترقى من مرتبة 6 إلى 8 ومن 10 إلى 12 ومن 13 إلى 15 بقرار مجلس الوزراء. وهذا الشيء يعني ما يأتي من فراغ. يعني عمل كثير في تطوير نفسه العلمي، وحاول يثبت وجوده ما بين زملاء